إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا الله حق التقوى وأحسنوا، فإن الله يحب المحسنين، وتوبوا إلى الله جميعا فإنكم إليه راجعون. عباد الرحمن، الحمد لله الذي بلغنا رمضان ووفقنا لبداية صيامه وقيامه، والمحروم من حرمه الله. فاملأوا أوقاتكم بما ينفعكم من ذكر وصلاة وقراءة للقرآن، فشهر رمضان أيام معدودات، وصيام رمضان فرض على كل بالغ ذكر وأنثى، واحذروا أن ينتهك حرمة رمضان البنات لنا قد بلغن بحجة أنهن لازلن صغيرات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه، أي هلال رمضان، فصوموا، إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، أي هلال شوال، فإن هم عليكم فاقدروا له. حديث متفق عليها. والأمر هنا للوجوب، فصيام رمضان واجب بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، إجماعا قطعيا لم يختلف فيه اثنان، لا سنيهم ولا بدعيهم، كلهم مجمعون على وجوب صوم رمضان. قال ابن رشد رحمه الله: وأما الإجماع فإنه لم ينقل إلينا خلاف عن أحد من الأئمة في ذلك. وأول ما فرض رمضان خير بين صيامه وبين الإطعام، في قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكينا. ثم نسخ هذا بقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام. القسم الأول: المريض والمسافر. فالمريض الذي يتضرر بالمرض، والمرض ثلاثة أنواع: النوع الأول مشقة وألم، والنوع الثاني تأخر في الشفاء، والنوع الثالث زيادة في المرض. والمسافر الذي يباح له الفطر هو المسافر الذي له القصر في الصلاة، والسفر المبيح للفطر عند الجمهور يتوقف على القصد من السفر بأن لا يكون محرما، ومدة السفر بأن لا تزيد مدة الإقامة عن أربعة أيام، ومسافة السفر وهي أربعة برد، وهي تقدر ب 82 كيلومتر تقريبا. فإن أفطر أي المسافر والمريض فعليهما القضاء، وإن صام أجزأهما. والقسم الثاني: الحائض والنفساء. تفطران وجوبا ولو بالنية، وتقضيان وإن صامت لم يجزئهما. القسم الثالث: الحامل والمرضع. إن خافت على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافت على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. وهذا على وجه الفرض واللزوم في قول جمهور العلماء، وإن صامت أجزأهما. والقسم الرابع: العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وهو قول جماهير أهل العلم، وعلى المشهور من مذهب المالكية أنه من أفطر لكبر يستحب له الإطعام ولا يجب عليها، ويطعم كل يوم بيومه أو في آخر الشهر.
وغير هذه الأصناف الثمانية أو الأقسام الأربعة لا عذر لهم في الفطرة، فمن أفطر متعمدا فقد انتهك حرمة رمضان، ومن أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر فليس عليه إلا القضاء، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا وهو ربع صاع، أي مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليها، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنها. وكذلك يجب القضاء على من أكل شاكا في غروب الشمس أو طلوع الفجر، أو أكل معتقدا بقاء الليلة أو حصول الغروب ثم طرأ عليه الشك، ولا يفطر من غلبه القيئة، ولا يفطر غبار الطريق ولا غبار الدقيق، ولا يفطر الاكتحال. ويجوز عند المالكية السواك جميع النهار خلافا للشافعية والحنابلة، فإنهم يكرهون السواك بعد الزوال لأجل الخلوف، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. واسمعوا قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله، وهي وصية ربكم للأولين والآخرين أيها المؤمنون. ويستحب تعجيل الفطر، وذلك إذا تحقق غروب الشمس، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. متفق عليها. ويحصل تحقق الغروب بما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ويكفي التحقق من ذلك بسماع الأذان. ومما ينبه إليها أن الأوقات المعروفة في البلاد الإسلامية الأصل صحتها وثبوتها، وهذا من الاستصحاب المطلوب، فالمدعي غرضها عليه بينة، فإذا قامت البينة مع إمكانها قبل ولا بينة. وهذه هي الجادة السوية لمن عرف الأحكام العامة التي تتعلق بالناس، فإياكم والمشوشات في دين المسلمين. ويستحب الفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. فعن سليمان بن عامر الضبي رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة. فمن السنة أن يدخل الصائم إلى معدته أولا تمرا خالصا أو ماء خالصا. ويستحب تأخير السحور، لحديث أبي ذر رضي الله عنهما في مسند الإمام أحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وفي الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، وكان قدر ما بينهما 50 آية. وأحسن ما قيل في تعيين السحر أنه الوقت الواقع بين الفجر الصادق والكاذب، فإن الفجر فجران، أحدهما الفجر الأول ويسمى الفجر الكاذب، والآخر الفجر الثاني ويسمى الفجر الصادق، ويكون بينهما قرابة 45 دقيقة في أعلى تقدير، وقد يكون أقل. والأكمل أن يؤخر الإنسان السحور إلى قرب الأذان الثاني ليتحقق من وقوع طعامه في وقت السحر الذي له فضل شريف. وليعلم أن توقيت الصلاة التي في التقويم مبني على الحساب، وبناء أوقات الصلاة على الحساب هذا جائز بإجماع أهل العلم، لأن الله جل وعلا يقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل،
فجعل إقامة الصلاة لدروكها بمعرفة الدروك، ولم يحدد وسيلة للمعرفة، خلافا لرمضان فقد حدد دخوله برؤية الهلال. فحينئذ نقول إنه يجب العمل بما هو موجود ولا يجوز التشكيك فيها، فإن ثبت خلافه فإنه يرفع للجهات المختصة. أما أن يأتي شخص ويقول الأذان ليس في الوقت والصلاة باطلة، أو يعجل الإفطار قبل الأذان، أو يعقر السحور بعد الأذان الثاني، فهذا تشكيك في عبادة من العبادات، ولا يجوز هذا بحال إلا بفتوى من أعلى سلطة إفتاء في البلد، لأنه متعلق بأعظم عبادة، وليس لأحد أن يدخل في هذه المسائل من جهته. والناس لا يعرفون الفلك ومسائله والحساب وما يتعلق بأوقات الصلاة وكيف تحسب، سواء من جهة الرؤية أو من جهة الحساب. ولهذا يترك هذا الأمر لأهله، فيبقى الأمر على ما هو عليه ولا يجوز التشكيك فيها. واعلموا رحمة الله وإياكم أن الله جل جلاله أمر بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعنا على الصيام والقيام وما تحب من سائر الأعمال. اللهم اجعلنا في رمضان من المتقبلين، واختم لنا بالعتق من النيران. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم تقبل توبتنا، وثبت حجتنا، واغسل حوبتنا، واغفر زلتنا، وأقل عثرتنا يا ذا الجلال والإكرام. عباد الرحمن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم النعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.